تتنوع وتتعدد مصادر الرزق لأهل المدن الساحلية، فمنهم من يعمل في صيد الأسماك، ومنهم من يسافر في السفن مقابل أجر معين، ومنهم من يبقى إلى جانب نخلته يزرعها ويحصدها. لكن ثمة أشخاص آخرين من أهل الساحل قلما يذكرهم المتحدث عن التاريخ البحري لعمان، وهم الغواصون الذين يغوصون في أعماق البحر بحثا عن المحار واللؤلؤ. وتزخر المدن الساحلية العمانية بهؤلاء الغواصين، وفي صحم تحديدا كانت لنا وقفة مع واحد من أولئك الغواصين الذين تمرسوا في مهنة الغوص خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وتولفوا الغوص والسيب 30 سيب 30 غوص. شوف طلعني قبلوا منهم السهيب هذولا منهم؟ نعم السهيب منهم؟ السيوب هذي السيوب من نوفينا. اها هاي السيوب من نوفينا. اها حد غيص يغوص في البحر وحد فوق. هذا اللي فوق؟ هي هذا السيب فوق. عاتنك النقة مسألة تريه لهذاك، ولو الحين هذا حبل بقول لك كيف بعثوك كيف يجر الغيص. الشاب يجر الغيص منك يجره أول يغوص بحساء مرصاص 15 12 10 8 7 أبوع في البحر. هذا الشاب ينزل الغيص، هذه ينزل الغيص ليش حساء غواص غواص اللي يسك الأرض ودرها شلها السيب. سيب شل الحصى؟ شل الحصى فقرها في الميداه ممغوطها في جنب المحمل فقرها. صار المرة هذا الدجين حال عرقاه يعرق الغيص في رقبته في حبل هذا اللي يشيلون فيه المحار. المحار اسمه وش اسمه؟ الديين. الديين. اها ودرها شلها السيب فوقها في الحبل فوق في الميدان لين يطلع الغيص. صار الغيص يمشي يلقط محار يلقط خلف الديين انترس الديين اختلف الغيص يوج الحبل يوج الحبل يود الحبل يود الحبل الغيص. قال للسيف ها يلا يود يود كذا يود يود. قال لها قال لها مرة جات الإشارة اسحب 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 لين على 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 تريت هذا ابرع تريت المحمل لين يوصل المحمل. يوصل المحمل. خذ المحار عنه وكبه في المحمل. ما كبه المحمل عبقى عليه يا ويده. الثاني والثالث والرابع ولو 50 غيص و50 سيف وهذه من الفجر إلى المغرب. من الفجر إلى المغرب. إلى المغرب بس يقومون يسلمون كل فرد يطلعون يسلمون ويردون مرة ثانية. يردون مرة ثانية يسلمون ويأكلون. والأكل كيف؟ الأكل في النهار مسك قهوة وشح. هذا الفطور الريوق. الريوق هذا. الريوق والغداء ساعة هنتين سح وقهوة. هذا الغداء. الغداء. العشاء عيش يابس العيش حاف وحسن تمشي بشوية كل نفر كل نفر كل نفر كل مرة تمشي بشوية صغيرة كذي. شوف أوقات يخلون سح أوقات ما يخلون تأكل ذاك عيش ويكسن كذي. وهذه 4 أشهر و10 أيام. المحمل هذا القماش يولفه كل يسمونها قرعة. القرعة أسبوع بلف هذا القماش كله. الحين وقت الصبح هذا صبحوا وسووا المحار على طول المحمل. ها ها ينبين ها الصوب وهالصوب وهنا ها
يسمونها تبرة، يدسوهم حال عشرة أنفار ذولك، وفي العلام منا وناك. هذا 12 عشرة أنفار بس يقومون يشربون، والله عندك يسيبوا لي الزولي هذاك أكيد ما شرب هذاك، وقبل الصلاة بس يصيروا يصلون. ولا هذه واحدة اللي تسلم الشمس، هذا كل ليلة مغرب هنا يغوصون يغوصون، والمحار النفر بنفرة. ها ها ها، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. الصبح ساحة زاجر المغرب مغرب مغرب، فلان من فلان جايب كذا كذا سيرم، فلان من فلان جايب كذا كذا سيرم، فلان من فلان جايب كذا سيرم، فلان من فلان يا هالكثر. هذا المركز الاول، المركز الاخر الاول عاد يخلوه الاول عاد له طالع في الاول خلونا اخر شيء اخر. فلان من فلان بروح على الجائزه ناخذ. ايش الجائزه؟ مريوق ناخذ. اوه عاد هذا جائزه، هاي الجائزه مريوق ناخذ. تريق ريق ناخذ، ناخذ بيض وسمن وقرص. اها، ما 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 التمر؟ ها لا 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 لا، ما ياكل تمر ناخذ. البيض ما ياكل هي، وبعد ناخذ يسوي له غدا عيش. هذا اللي ما يسوي لهم عيش، قهوه وسح بس 14 و10 ايام. هذه ما هذه مقابلات سوحية مفلقة من مثل السكين، حالها انصاب مثل السكين سوونها مفلقة. ها حالها وايه مني، قالوا ها 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 طلعت ال ها شوف عادها بطلت. ان كان هي الحصباء مني او رفعه صغيره اصغر عن الحصباء، الحصباء عوده استغل مصطفات هنا في الصوب، هالصوب مصطفات هنتين ثلاث كبار حصابي، او في الراس واحده هنا. هذه حصبات الراس اكبر غاليه هنا، راس راس المحاره مني، راس محاره مني على على شيء. هذه معروفه، هذه معروفه على شيء في الراس. هذه إن كان هي في الرأس هنا أغلى شيء، وإن كان هنا في الوجنات هذا عاد جلبت وجنه هنا على وجنك جلبت كذا طلعن خليتها جبت شرخة محارة عبارة شرخة محارة من هالمحار شرخة خليتها، فهم خليتها، قمت تأخذها مني بديك المفلقة وتخلي خليها، تأخذ مني صغار روحة الكبار تخليها روحة، الثاني بعد كذلك، الثالث كذلك، الرابع أكل الأيام كله من القايم إلى الفن الصدر والجانب كذلك. هذه لك الكبرى أرواحهم هناك بعد يبود واحد عنهم، هذه لها يودون يود واحد من ذاك السوق، هذا منه يود واحد من السوق يولف عنهم ويخليه. هذا في النص واحد نقسم، هذا في النص واحد نقسم، هذا جو يجمعونه كله. يوم غاية يكملون هذا المحار وهذا شلوا حاله ناخذه. قال تفضل هذا هذا المحصول، هذا المحصول ما اليوم هذا هذا اليوم هذا هذا فلان من فلان، هذا حسابه محصل حسباه فلان من فلان محصل حسباه. انزين هذا الحسباه فلان من فلان محصل حسباه، فلان من فلان حصل حسباه، حطهم على جنب. هي حصلهن حصلهن وخلي زين، ولف هذا القماش كله يسوي خلقان كذي، شيء ازرق شيء حمر شيء عجن شيء، كل اسبوع حال خلقه. ومش كمل اسبوع ربط القماش هذاك ربطه من الصغار والكبار مال الاسبوع مال الاسبوع. هذا انت مسجلينها لاجئين حسابي، ناخذ يسجل فلان فلان لاقت كذي فلان فلان كذي فلان فلان كذي، انزين مسجلينكم هناك عاد انواع الليل يوم تحط كذا كفك ثمر عينك تشوفه، ثمر عينك تشوفه يوم تحط كفك كذا شيء كبر حبة النخل وشيء أكبر وشيء أكبر مثل شوب النبج. عاد هذيك ما تسامن ولها أسماء هي؟ نعم. وش أساميها؟ أساميها شيء مجهولة
فيها دقة سمة مجهولة، شينها نوع غير فيها، فيها دقة فيها نوع غير أرخص، لكن ما فيها شيء شو ثمر عينك فيها يعني ماشي عقبها. هذه غالية؟ غالية أغلى شيء. وصحم التي ينتمي إليها ضيفنا هي مدينة ساحلية في منطقة الباطنة، كانت تشتهر قديما بتصدير مختلف أنواع البضائع خاصة الليمون الجاف، والتي يتم نقلها بواسطة سفن أهل صحم التي كانت تصل إلى مناطق متعددة داخل عمان وخارجها. صحم سفن عند حسن سعيد بن حسن يا عرويله سموم، يسافر الهند عند واحد يسمى بعد من هذا الويله مموت بحاسب ناسنه، هذا سنبوقين ترشادي حسافي، هذا يسافر يصير الهند، هذا وصل للهند يسند هند يعني وصل زين، هذا لا كان يصير الهند هالثلاثة يصير الهند، هذه لي هذه لي بعدين يصير السنابي يوم البرهان وما أعرف إذا بعدين يصير، شوف هذه المحاملها وإيش يشيلوا معهم من هنا؟ يشيلوا بضاعات، يشيلوا أي شيء، يشيلوا البي بيعون لا لا من صحم، وإيش يشيلوا معهم؟ كل شيء كل شيء يشيلوا، لومي 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 كثير في صحم هنا كثير، لومي عدول، شوف يشيلون عدول حنة، يشيلون تمر، يشيلون أشياء، يشيلون حطب. هي ماشي أول مزرعة وما فيها من 50 و60 و100 و300 لومية، لومية هاي في الباطنة من 300 ويثمر ويعدول، وأوقات يشلن البدانة هاي الكبار السفارات تصير بمسجد، شوف وبقاس هذه الأولاد حمزة اللي في مسجد افتحم تجار أولاد حمزة، اسمعوا بهم؟ نسمع عنهم أكيد. هم اللي يشيلوا اللوم هذا، شوف بعدين هم سووا سموه باسم البرهان ويشيلوا ويصلوا للبصرة، شوف يبيعون لومي، يبيعون حنة، يبيعون حطاب، يبيعون كل شيء اللي في عمان يشيلونه هناك، وغالي شيء هناك، أن شغل عمان ما شيء هناك، هذا اللوم اليابس غالي، شوف معروف ترى اللومي العماني، العماني معروف هذا غالي، شوف وصل من الحكومة شلها جفة البلادين من مسقط، اللوم والمرسل مسقط هذا شل اللوم اليابس، صدرونه الحكومة صدره والتجار. سافر بحفظ الله، سافر وقت ترجع باكر دامه الساحل ينادي. درست هناك في البحر، بحر 5 ولو يضرب الطهف 10 ايام 20 يوم ما يروم بدون مكانه، ما له شيء، وين بيرسي؟ ينزل الباوره ومكانه، نزل الباوره مكان الباوره عقوله 5 ويوم يخف شويه الموي ويخف الهواء ماشي يوديك، اول ماشي اللي هذا الشاشة ماشي محمل غير الشاشة، شيء بداني مرسيل، شوف اول بداني مرسيل مال برية مال عومة هنا. كيف كنتوا تصيدوا اول؟ اول صيدوا السمك يصيرون غاوي بالشاشة؟ لا بالبدانة شوف الغاوي بعيد بحر 50 60 الغاوي، شوف الحين ما جاي يسمونه قاس الربع، الحين قاوي فرار يديرها اول ليل شغل فراع، هي شغل شراع اول، والشاشه توصلوا بها بعيد الشاشه هذه ايه اول نوصل بها خلاف ابويا بالميداف كذي نوصل بها العشرة، بحر العشرة يربها كذي بالميداف نوصل العشرة، اقل العشرة ما نروح
خلاص سوينا مكاين صغار حق الشاشه. قمنا نسن حق على الغاوي بياهم البداله. بالشاشه؟ بالشاشه هذه. سوينا لها مكاين. بعدهم يستخدموها حتى الحين الشاشه؟ الحين قليل اشوف هنا كم شاشه هنا. ولا بلادنا مثل ما مناك اظنيهم شاشتين ثلاث اربع شايفينها؟ بلادنا. شايفين من يوم الغرب هناك كم واحد؟ شفناهم ايه. ولا عندنا احنا ما شغل هذه كثير هاي الشاشه بعدين. الحين عاد من 5 سنين 6 سنين مدري البحر. الساحل ينادي. هذا من اول من حفظنا احنا العقل تقريبا هذا في سوق في سوق يشترون كل حاجه. وين مكان السوق؟ السوق هذا قرب المحكمه هذه اللي بني المحكمه الوسطيه على البحر هناك السوق اول. عند الحصن؟ عند الحصن. من كل شيء دكاشة عمال تبع حلوى يسوون ما عرفوا يسوون كل شيء تبع والسكر هناك طبي على البحر فوق البحر هناك هذاك البحر هذا طبي حلوة ها طبي حلوة أجيب بضاعة مسقط 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 نعم بعد حمد وغيرهم وغيرهم قليل يشيلون مسقط خشب يجيب لنا البضاعة بدانا كبار ما هي سيارة وسيارة ما شيء بس بدانا على شرع يجيب لنا على شرع. سافر بحفظ الله سافر وقت الغبشة ترجع باكر دارك الساحل يناديك. لم يكن ضيفنا غواصا فحسب بل كان بحارا أيضا يسافر مع بحرية السفن عندما يحين موسم السفر فيحملون معهم إما بضائع أو مسافرين. من ناشي باب يديك من باب سيبك مسيا بعيد عليها من الحج ما فهم تمشي تسيروا في مصاية بعيد نسيير إذا تم يومين ثلاث نسير بحر البحر ويش هذا وديابر عند غنكة وهك الثاني بعد كيف عند غنكة هيا العودة شلوا عبرية مني يروح بها على بر الرحمن إلى باب المندم ودخلوا من باب المندم شوف الأوليين كيف ودخلوا من باب المندم وردوا على باب البحر الأحمر يو بر الرحمن ويو على جدة عاد هناك خلاص البحر على جدة طيحوا من الجدة من الجدة خشب طرحت الخشبة خشب خلوا الحراس كاروا المرة بوش هاي مكة هي من جدة إلى مكة بعيد عن جدة كذا دارتها عن مكة كذا دارت جدة كذا دارت بعيد بقول لك يوم ماشي مثل بعد عن الرستاق بيكون كذي شروى السمايل شروى لكن مكان الدارة يوم ما بعد داخل ساعتين ساعتين ونص من مكة لجدة سيارة اللي يمشي 143 135 بعيد على البحر جدة حجوا ما حجوا ورجعوا أول كم منشر على شهر شوف 20 يوم 25 يوم ما شاء اليوم وصلوا نهار ثاني نهار أسبوع يكملوا أسبوع ولا ما أسبوع يوم أول لا حجهم غير واليوم حج اليوم يوم الحج حج رياء الحج اليوم حج رياء وطلعوا من جدة طلعوا من جدة عصاهم شرحي دومي ماشي مكاين ماشي ويو على اليمن يو على حضرموت مناك وتشروا البغوه هدايا ماخذين هدايا حال ولادهم هذا ويطلعوا مشرعين شيء ابو الرخيص هذا الحرير يبونه من حضرموت هذا الشيء يبونه من حضرموت وهذا الشيء يبونه من حضرموت شوف ويو ها الى راس عمان راس عمان يو يسحرون بس دومي هوا منه الهوا هذا وهم يبون كذا شوف ما يولم هذا يا اهل شوف وهم يبون كذا ما يولم
قربوا يوش كذا ايش عم ساير 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 لين غطى النظر غطى النظر جلب عليه قال خير جلب عليه يا مساير لين بيك بلبل رد قال خير رد عليه لين يولم الهواء يشوفوا له يولم استسمحوا بالبر استسمحوا ساير والبر شوف يوم مسقط خلوا ليبو لعم مسقط على ساحل سيب ومراح يجيب البطن شوف كلنا نزلنا مكان كلنا نزلنا مكان هالحجاج اول اول ماشي كذا ولا اليوم اليوم لا اليوم قريب سعير وصيعير اليوم